مساء الخير عليكم أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم بفقرة حلوة من فقراتنا المميزة ببرنامج بنكبر سوا. اليوم إحنا بمنطقة عامة، وزي ما بتشوفوا أنتوا إحنا هلأ بمول. زي ما بنعرف إنه إحنا هلأ رح يقام عنا لأول مرة بالوطن العربي اللي هو كأس العالم للناشئات تحت سن 17 سنة. فاليوم إحنا حنشوف البنات ونشوف شو رأيهم بهذا الموضوع، وحنشوف كمان إنه إذا هم بحبوا كرة القدم ولا لا. يلا نشوف. مبروك الجول. الله يبارك فيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ زينب. عشت الأسامي إن شاء الله. كم عمرك؟ 9. طيب بتحبي كرة القدم؟ أحيانا بلعب. طيب بتلعبي دائما ولا لا؟ أحيانا بسعد ما أحيانا لا. طيب هلأ لو صحت لك فرصة إنك تشاركي بدوري أو شيء زي هيك بتشاركي؟ هلأ وين رح يقام اللي هو كأس العالم للسيدات تحت سن 17 سنة؟ الأردن. طب أنت هلأ لو صحت لك فرصة إنك تشاركي فيه بتشاركي؟ مشاركة. يعني أنت بتحبي كرة القدم؟ مرحبا. مرحبا. بتحبي كرة القدم؟ طيب بتحبي تشاركي بنادي أو إشي زي هيك؟ أنتوا زي ما بتعرفوا إنه رح يقام عنا بالأردن اللي هو كأس العالم للناشئات تحت سن 17 سنة، فأنتوا لو صحت لكم هاي الفرصة لتشاركوا، بتشاركوا ولا لا؟ أنا يعني ما بعرف ألعب فوتبول. طب ممكن بالتدريب بنادي أو شيء زي هيك رح تعرفي صح؟ يعني لو كنت تعرفي حتشاركي. بتحبي كرة القدم؟ أكيد. طيب هلا شو رأيك باللي صار عنا اللي هو كأس الناشئات تحت ال 17 سنة عفوا؟ الصراحة صار زي تقدم عنا بإنهم يعطوا البنت حق إنها تلعب أو يعطوها إنه ينموا مهارتها أو هوايتها. طيب هلأ لو صحت لك فرصة إنك تشاركي بتشاركي؟ لأنه أنا كمان كنت أخذ دورة كرة قدم، فحلوة الشغلة. إحنا زي ما نعرف إنه أنت عندك بنت صح؟ عندي أيناس. طيب هلأ لو صح لها إنها هي تشارك بدوري كأس العالم للناشئات بتخليها تشارك؟ طبعا بخليها. طيب أنت شو رأيك بهذا اللي صار عنا هلأ بالأردن؟ طبعا هذا شيء بنفتخر فيه، واحنا بنشجع منتخبنا الوطني لكرة القدم للسيدات، بنشجع الرياضة بشكل عام خصوصا للبنات، يعني كونه كرة القدم ما تكون حكر بس على الشباب، فاحنا بهمنا يكون في عندنا فريق قوي لكرة القدم للسيدات. طب حتتابعيهم؟ ان شاء الله اذا بقدر اتابعهم ان شاء الله اكيد. مش كثير كويس ان شاء الله، بس انا مش كثير بتابع يعني. طب لو عندك بتخليها تلعب كرة قدم؟ اكيد عادي، ليش لا تلعب. زي ما شفنا هلا اصدقائي كل الناس حبت هذا الموضوع، واكيد انا لو صحت لي هاي الفرصه ما بحكي لا ابدا، واكيد احنا لازم نكون نتابع هذا الحدث لانه احنا لازم نكون اللاعب رقم 12. وشكرا لكم كثير على هاي المتابعه، وشكرا لسمو الامير علي على هاي المبادرات الحلوه اللي بيعمل لنا اياها، شكرا كثير.